وداعا أيها السكري، من زمان على أيامي كان السكري بس للزواج اللي أغنية. شو تشرشح حلقتني الفقرة معهم سكري؟ تفهي علينا يلي بإيدي فحص السكري قبل وبعد هالحضرة وشوفوا الفرق. ورح أقولها بالإنجليزي: Nobody can stop this even if you are the dean of the best hospital in America. We have the freedom here and there. بعض الأطباء عم تمنع كتب مريم أو هالحضرة، وبهيدا المستشفى وما رح سميك كان عنا طابق وبعده موجود لإلنا يلي حاكم أمريكا وحاكمكم وحاكم الأمة العربية. بالبيت بحكي اللي بدي إياه، ونيو تي في حاطة كل شيء قالته مريم نور من زمان وزمان، إذاعة وتلفزيون من الجزيرة قبل وبعد. وقال لي بنعمل مريم نور تي في على الموقع وفي إذاعة. كتاب يا حمار صحوا ناس كتير وبنعخص الرجال اللي كانوا بدهم يعملوا عمليات بروستات، وهني حقهم يعني تجارة هالمستشفيات، لأنه بيعطيك فرح داخلي. ما بعرف أنا هني هيك بجمعون، لأنه بجمع مسارات، 12 مسار عنا، كل مسار له كلمات أو له إحساس أو بتحس فيهم. اسمه ناين ستار كي هالكتاب، وأنا بجمعون ومن الناين ستار كي بقرأ، بس بقرأ وبحسن وبشعر فيهم. كان لي صديقة بدل ما أنا آكل أختبر كانت ريتا تاكل، تقول لي سخنت، هلا أنا اللي باكل، بيطلع لي بزرهم بروح بقول له حاطط هيك هيك، يقول له شو عرفيك؟ ولو قلت بمرق عليكي، قلت له ما بتقدر، هون عندي الميزان لحوي. عم برجع باخد من السم اللي حطه، وداوني بالتي كانت هي الداء. فإذا ما بوثق إلا ببيت الطبخ، يعني ليلى بتطبخ بتجيب لي الاكل وهي مستلمه البيت وانا القلم والورقه والكتاب، وهيدا عشقي. لحي اول شيء رح فرجيكم الصوره. الى الجهاد ورايح على مصر، لبنان، الضاحيه، العراق، وين ما بدكم، كل امه العرب. قال له الحمار، مع احترامنا دائما للحمار، يا بهلي يمكن القدس من هنا تل ابيب. مونيتا الأبيب، شو بدي بهالأبيب بقى؟ بدي الجيب، نعم، الجيوب، النواب، الشنطه، شو هني اللي بدنا نشوفهم كيف بدها تنطق؟ هني مسارات، 12 مسار، بس أقوى مسار هو اللي بيطلع منه الأنسولين هو البنكرياس. سو انتبهوا، تعرفوا شو تاكلوا، شو تقروا، شو لازم تاكلوا. وصرنا قايلينها كثير وما فيني بقى ارددها، قعدوا تقروا. ولكن تعرفوا تعملوا خلطه، هي خلطه جسديه، الطبخه النبويه. اي كتاب بدك تقرا، اي جرايد، اي مجلات، ما تشوفوا الاخبار، سكروا التلفزيونات، اذا هالحضره منا الك برمي او فوت على الايميل. اذا انت ما بتحس انك تكون من اهل الحضره، وإذا ما عم تعمل صدقة كل يوم أنت شخصياً، روح شوفي. بترجع لك أضعاف وأضعاف. وقت اللي إجا واحد وعطاها لرابعة بنت البصرة في رغيفين، وين إني؟ قال لي شو عرفيك؟ قالت له مرأة وعطيته رغيفين بده يجيني 20. قال لها إيه، في واحد أعطاني 20 كلت 2. أضعاف وأضعاف بدها تجي، بس أنت اعطيها لأصحابها. انتبهوا، كل الصدقات والزكاة اللي بنحطهم بالمؤسسات، شفتوا شو عم بصير؟ لو عندنا مؤسسة وحدة إنسانية، خينا حسن نصر الله، سمعت خبر عنك وأنا أول خادمة عندك، أخذ أرض كبيرة تيعمل فيها بيت للموت. الكتاب رح يكون بإيدك، موت الموت، ما في موت،
هيك كتبتهم، موت الموت مريم نور. ما في موت، فينا موت. ويجوا الناس قال من كل الطوائف وكل الديانات وكل الأعمار ويعيشوا، إذا معك تشارك إذا ما معك في مشاركة من القلب إلى القلب. هالحلم كان بقلبي يتحقق بالأمة العربية، وللأسف ما لقيت ناس، المال موجود ومتوفر إذا كنا صادقين بتجي الصدقة، بس أنت إذا عندك هالناس اللي من قلبهم عم بيخدموا كمان بطلبها منك خينا الياس عودي، يعني كلكم نشيل هالطائفية. الموت بيوحدنا. هلأ بدنا يموت فينا السكري، فحصته خلونا. هالمسارات كيف بدها تكبر؟ المعلم عم بيسأل التلميذ تنول هشام لشو بتحكي كتير؟ قال له هيدي عادة العائلة عنا. قال له ليش؟ قال له شو بتقصد يعني ليش هي عادة؟ قال له يا خيي أنا جدي كان بائع متجول كل الوقت بيصرخ على الطريق، وبيك شو بيعمل؟ بي استاذ مدرسة كل الوقت بيحكي وما حدا بيسمع له. وامك؟ قال له امي مرة يعني تعرف ما تحكي، وانا هيك بدي احكي لانه الاستاذ بيحكي كثرة حكي ما رح يسمع له هالولد اللي بيفهم. طيب قال له شو من هو هيدا اللي بيحكي كثير وما حدا بيسمع له؟ قال له السياسة ورجال وعلماء الدين والسياسيين ومدارس ما حدا بيسمع له. بيقول الى اخره منزقف له اسكت بقى. قال له ليه؟ أنت بتصلي قبل ما تاكل؟ قال له عند جدي، جدي وستي ما بصلي لأن تيتا طبخاتها أطيب من طبخات أمي. راح لعند الطبيب قال له قديش عندي أمل بالشفاء عندك؟ قال له 100%. هيدا مرضك واحد من عشرة بيصح. التسعة اللي إجوا معهم من هالمرض ماتوا، ماتوا عندي، هلا أنت العاشر. انتبهوا، اللي عم بيموتوا بالأدوية أكتر كتير من اللي عم بيموتوا بالحرب بالدمار. عم بيعتذروا بأمريكا هلأ. نعم never too late، يعني بضل على القليلة بصير شوية صحوة ووعي. هون بطلبها منك كلام الناس على الـ LBC، هي كلام المداس. عم تجرب تحكي وتقول إنه الأدوية وهيك وهيك، بس ما بتحط الحل. هون في حل قبل ما نرحل وننحل، صاحب السائل هو المسؤول والحل هون. كتب كلها محطوطة شو لازم تاكل، وهذا كتاب الله المقروء والمنظور. شيلوا كل المواد الحيوانية من بيتكم بما فيه الألبان والأجبان والخبز والماي. الحل نعم 3-4 دولارات تطلع عند آجو بتجيبه نظف لك الماي لكل السنة، حجر كلسي بيعطيك قنينة صغيرة هالقد، شو ما كان المرض بتصح. ضروري روح على أوروبا وأمريكا، درس عند مع إدوارد باخ بألمانيا، قالوا له بنعطيك الجنسية الألمانية بس بدك تخزق الجنسية اللبنانية، قال لهم أبدا أنا لبناني، ورجع على لبنان. طلعوا على دريا كسروين شوفوا. فإذا لكل داء دواء، بس تقول آخ فوت على المطبخ. هالعلم انحط ببيوتكم كلها، معظم الحكام بالأمة العربية وبالأخص بالسعودية، شو عملتوا؟ ننتبه. فاتوا اثنين يهود على مطعم بالسودان، قال له في عندك هون أسير يهودي؟ فاتوا اجا، فاتوا اجا حكي، قالوا لا ما عندنا أسير يهودي هون. قالوا له تأكد منيح. قال له خي سألت الكل قالوا ما في. قال له طيب أي أسير عندك يعني انت شو؟ قال له عندي أسير مانجا، أسير حامض، أسير برتقال.
مهضومة، بس إنه كل واحد عنده لغة، لهجة ابن الشمال عندنا غير لهجة ابن الجنوب، فإذا بدنا نخاطب الناس بهالطريقة. وقت اللي بتقله لابن الشمال شو ياكل غير ابن الجنوب. كل واحد من أرضك مما يليه، كل الأعشاب اللي الله زرعها تطلع بالموسم جيبها حش وكول، أحلى من الحشيش. واحد عمره 70 سنة طالع معه وحده وعم غمرته وعم تحكي يا الله ما مصدقين الناس، شافوا أصحابه كيف هيدي عمرها شي 20 معك؟ قال لهم سكتوا كذبت عليها. شو كذبت عليها؟ ما بنعرف انت عمرك. قال لهم شو قلت لها؟ قال لهم لا هي شايفتني هيك، قلت لها انا كنت 90 ومبين هيك شاب. احنا فكرنا بس المصرياتك، بس هي عارفه هي وهي صدقته مشان هي شافت معه مصاري. اهم ماني توك ستوبيد دوكس، وقت بتحكي الحقيقه ما حدا بيسمع لها، بس اذا بيحكي المال منصدق الكذاب ومنصدق المال. سافرت وصديقتي وكان معها حقيبتان كبيرتان تشاركنا وياها غرفة واحدة، يعني تشاركنا. حتى حان يوم افترقنا لسفرها بعيدا وعودتي إلى البلدة اللي جئنا منها اثنيناتنا. قالت أرجو أن ترجعي وخذي معك هالحقيبة إلى بيتي. أخذت ما أريده في هذه، وقد اتضح لي هنا بأن ما في الثانية لا أحتاج إليه حقا، ولا أريد أن أدفع ضريبة شحن على شيء ما بحتاجه. خذي هالشنطة وخذي ليها معك، هون بدي أقعد وأخذها بدي أدفع ضريبة هونيك يلي بدي إياهم معي بهالشنطة الصغيرة. في أحيان كثيرة نصطحب معنا ما لا نحتاج إليه، ونرجع من السفر من دون أن نلمس تلك الأشياء. وش عم نعمل؟ نتجنب ذلك حين تكون الرحلة توي ذهابا وإيابا، ولكن في رحلة هي رايحين فيها بلا رجعة، روحة بلا رجعة، رحلة الحياة الدنيا. ماذا عن الأشياء التي حملتها فيها؟ حملت معك ما لا تحتاج إليه ونسيت ما تحتاج؟ هل أخذت معك حقيبة كبيرة إضافية؟ مين بدي يرجع لك إياها؟ مين بدي يحملت لك عنك؟ كفى بالموت واعظا يا أخوتي، شو ما كان المرض فينا هلأ بيروح إذا بس منفكر كلنا رايحين على القبر. شو أخدين معنا؟ شو سبقنا؟ بكي سيدنا عمر لما الحبيب عم بيدعي لابنه عبد الله، قال له إذا أنت عم تدعي لابنك مين بده يدعي لنا؟ ما بيفوت معنا إلا أعمالنا. شو عم نعمل؟ كل واحد يسأل حاله. وتشكرهم كل عن اللي بيرجموك وبيهنوك وبيبهدلوك، لأنه هاي الطريقة اللي بيحبوك فيها، يعني ما بيعرفوا إلا هيك، هيدا هيك بيعرف. مشان هيك جسدك وقت هيدا بيفرز سكري، هيدا بيفرز مرارة، هيدا بيفرز الكلاوي خوف وبحص، وهيدا بيفرز سرطان، وهيدا كل الجسم عم بيعطيك هالإفرازات لأنك أنت عم تعطيه لجسدك، عليك حق. انتبه، فوت بالشريعة، نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، ولا مرة تأكل وحدك إلا إذا كنت بوحدة وبوحشة وتزعج بدي أعمل. قال له ليك أنت هالقد نحيف ومنيح، شو اللي خليك صرت قد الدب؟ قال له يا خيي بيجي على البيت زعلان ومقبع معي، وشو بدي خبرك يعني شو بدي أعمل؟ بروح بلاقي قد الدب قاعدة هونيك قد البقرة بالفرشة، بيجي بفتح البراد وبصير باكل وبحش وباكل وبحش، صارت أنا وياها هي بقرة وأنا طار وما بعرف شو بدي أعمل. قبل ما تجوزت كانت هيك، بس خلص هلا اتجوزت. هذا هو كان همها انها تلاقي رجال، لقي الذكر خلصنا. هذا هو اللي بدكم اياه؟ الحيوانات الجردون ما بعرف كم جردون بجيب، والارنب كمان، يعني شو قصه عدد؟ بنت وصبيعتي النبي ام ابيها خلص فاطمه، هوديك ربي بيته اهتم فيهم. هل الحبيب من عرف نفسه عرف ربه، وقال اطلب العلم ولو في الصين، فالعلم تطلبه من خارج نفسك في أي مكان حتى لو كان بعيدا، ولكن المعرفة لا تكون إلا بالنفس، من النفس
الأمارة بالسوق إلى النفس الشفافة. لحوا فينا هالعلم دخيلكم، ما بدك حدا ولا معلم ولا أستاذ ولا مدرسة ولا جامعة ولا حدا يجي يعلم ولادك بالبيت. إذا بتطلع الأول يا ماما بسفرك على أمريكا، ولازم تطلع الأول، هو الشاطر واللي بيفهم والباقي كلهم حمير وطشين. هو ملك جمال لبنان، وشفنا شو طلعت منه هالفضيحة. كلنا مذنبين، الحق معنا والحق فينا، والغلط معنا والغلط فينا. شو السبب؟ ليش عنا هالكبت؟ ليش عنا ورقة التوت؟ الحق على ورقة التوت، شيل هالورقة التوت ومطرح ما بدك تفوت، فوت، كن صادق. نعم، المعرفة هي التي توصلنا إلى معرفة الرب. العلم بالبعد والمعرفة بالقرب، وكلما تقربت تجده أقرب. نعم، أقرب من بب عينيك وحبل وريدك. انت فتش، انت نقطة بتصير تفتش، بتجي الموجة، بعدين الموجة لما بتجي بتقلك ليك هرولة هرولة، بيجي ليك المحيط. انتبه، هو بيجي، نحن ما بنعرفه، بس هو بيعرف قلبنا وبيعرف انه نحن عم نفتش، هوب بيجي. كلنا هيدا الحج من وقت ما بنخلق جسدياً، تنموت جسدياً. الحج 11 شهر تتوصل لرمضان. هلأ شو كل يوم رمضان؟ كم ألف وألف رمضان عملنا، ومليون ومليون أعياد وقديسين، شو صار؟ من حرب إلى حرب أكبر، من دمار إلى دمار أكبر. اللهم عجل بالدمار الشامل. رح يصير في دمار حجر وشجر وطير، بس بدي دمار الجهل. اعقل وتوكل. وقت حياتك بتكون كلها عتمه، صلي له لله حتى يضوي، واذا ما ضوي لك اياها روح ادفع فاتوره الكهرباء ولا. يا حبيبي في سكران هيك كل ما مشي هالسكران. ما بيطلع السم هيك وتفركش ويتعسر. لقطوا الأبونا. لشو سكران انت؟ قال له انا سكران. ما انك شايفه سكران، ليش عم تسأل لشو سكران؟ تعال هون. تعرفت على المسيح شي؟ بتعرف المسيح وين هو؟ حطه بالماي بهالنبع. صار يبرعي طلع. قال له شفت المسيح؟ نو مرة تانية وشافه عم ببرعد. مرة تالتة غمق أكثر، شافه عم ببرعد أكثر، دقيلك بس طلع. قال له أنت أكيد إنه المسيح رمى حاله هون بالنهر، هون كب حاله. حق عمين. نعم يا حبيب قلبي. قال في واحد بس، طفل واحد كامل ومتكامل ومهم كتير وشاطر. كل أم عندها إياها الطفل، قالت لخدي أعطيها الوردة لأجمل طفل، أعطيتها لأبنها. انتبه. فات رجال على مكتبة قال ليكي عندك شي كتاب هون، الرجل سيد البيت والمرأة؟ قالت له هونيك في قصص خيالية. مكتوب، رح شوف هونيك. قال في رجال استلم التلغراف، قالوا له مرتك ماتت هون، شو بنعمل فيها؟ ماتت هون بالقدس يعني بعت لك اياها ولا شيء. قال له ليكو بتحرقوها وبتطموا ترابيتها تكون اكيده، لانه هون من 2000 سنه في واحد عندكم مات وقام رجع، تقوم ترجع ندفنها وتقوم تأنبس. احرقوها وحطوا الترابيت بالارض بالمي وبالارض. قال في مره بتجيبك على هالدنيا عم تبكي، بس في وحده ثانيه بتجيبك على الدنيا بتضلك تبكي تتموت. واحد قال له يا قاضي انا بحب طلق مرتي، الى شهرين ما عم بتحكيني. قال له ليه؟ نادرا ما تلاقي هيك مره، انتبه فكر فيها. يا الله، كلنا منفكر انه انا بدي اتجوز الرجال بيشبه بيي. قالت لقيت الرجال اللي بيشبه بيي، والصبي قال لقيت الرجل المره اللي بتشبه امي. قالت شو يعني بدي اعزيكم؟
لقيت رجال بيشبه بيك ولقيت رجال بيشبه رح تكون تعصب. هي حقيقة ما تفتش على وحدة لأنه عجبك منخارة أو عجبتك دينتها أو صرميتها أو ترطق هيك أو كذا. بدك إياها تضل مثل ما كانت وقت اللي شفتها. بعدها مثل ما هي، في وحدة بعرفها من عمري قلت لها مينك أنت؟ قالت لي، قلت لها صغري لي سلمي لي على اللي مخلي لك تمك صغير. شيء مش معقول، بعدها هل كأنه من 50 سنة، من 50 سنة كانت صبية بفهم، بس هو شو عم بيعمل يعني؟ أنا قلت له وقتها يعني بالإسلام ممنوع، ما لا رهبني في الإسلام، ما في كبت، وانكحوا ما طاب، كلمة طاب حلو كتير، تكون صادق مش مثل هلا هالشرح اللي عم بيعملوه علماء أو رجال الدين ما بعرف المفتي أو الشيخ. هو مظلوم كمان، هيدا العلم اللي عنده إياه، هو عم بيشتغل بسلاح وتهريب سلاح وبيلقطوا بشي، ما تشوفوا شو لابس يعني بدلة ولفة وصليب وعصاي مدهبة وكلها وكلها. كلنا غلطانين، عملنا تجارة باسم المسيح وشوفوا كم حرب، وتجارة باسم الإسلام، وين الجهاد؟ الجهاد الأكبر، أكبر الجهاد جهاد النفس. شوف هالصورة، شوف كيف هالتناغم بيناتهم، طلعوا ما في عصفور مثل التاني، كيف حد بعضهم كلهم، كيف إلك قلب تروح على الصيد، كيف إلك قلب تقتلهم. هودي عم بيزرعوا صوت مثل بلال، السند بريس من قلبهم، بيعملوا تناغم بهالسكينة اللي فينا. كيف فينا نجي ونقتل ونروح؟ أي صيد بدك تتصيد؟ كل يلي عم بيعملوا هلا تجارة باسم سكايب بقلكن بصيدة انت، انتبهي يا عبد الله، بيت الصياد ما حدا كرمك مثل مريم، وبمصر نهلة ابدا. شيلوا هالسكايب اللي عم تعملوه، تاخذوا استشارات $1,000 و$2,000، لو مية ماتت المره اللي راحت لعندك واللي اجت لعندك واللي كلها لو ما اجيت. قالوا تقروا الكتاب خير جليس، تجوا لعندي على البيت، بيت مر ويم ونور. هلا حط رقم التليفون، سؤال سخيف ما برد عليه ابدا، ما برد على أي سؤال جسدياً، كيف بدي صح وكيف بدي حبي المرتي وأنا ما بحبل وأنا هيك وكيف بدي كبر صدري وشو بعمله أبداً. 01 33 33 10. وانتبهوا على السؤالات، السؤال السئيل ما بدي الجواب بالسؤال. إذا جسدياً خلاص تقرأ الكتب، إذا عندك سؤال وعم بتشوف إشارات قوية انت مفتح عينيك اهلا وسهلا فيك، والمهم ما تحكيها. احلى معجزة عملها الحبيب، خير معجزة انك ما تعمل معجزات، الهانة التكاثر، نحكي فيها بين بعضنا نحن تنقوي حالنا. بس الانسان بيقوى وقت الاثنيناتنا شايفين الشمس، الشمس شير او الناس ايشا، مش المداس، الناس ساعتها 2-3 منحكي مثل واحد فيلم اسمه بيردي، ما حكي 16 سنة فكروا خلص أطرشة، 16 سنة حكي قالوا ليه ما حكيت؟ قال كلمتين فور هوم وسكت. وهيك كمال جنبلاط بيك كان عنده معلم، بس يتحرك بيك من هون من لبنان من المختارة ينزل هديك من الجبل. اثنينهم ويكفوا الطريق، تلاميذ تبع هديك ساكتين بس يتعجبوا انه ما حكيوا، بيقولوا نحكينا بس انتوا ما فهمتوا الصمت، صمت العارفين. المسيح كان هيك والحبيب كله مبلغ ايه
ما بقدر إلكن وقت بتكون في حضرة وبيكون فيها الحبيب شو بيحكي. حكيت أنا وياك مفتي سوريا، قال لي بتشطحي؟ أنا بخاف أشطح. ولو بيني وبينك ما في شطح، قولا للمقربين حكوها، بس تشوفوا ناس وبهمهم يعرفوا هالحقيقة قول نعم، والنعم فيها لا واللا فيها نعم. حكوا الأضداد، ما في إلا الرحمة وسعة كل شيء، ما إلا وجه وقفة منا أيقونة، وما أرسلناك كلنا الطبيعة كلها. فإذا في حب في غضب في خوف في هيك في شجاعة كلها إلا وجه وقفة تتعلم. علمني من علمني، بس ما بدي أتعلم نفس الغلطة كل يوم. إلنا ملايين من السنين بعدنا منقتل بعضنا قايين وهابيل. هلأ عن الناس معزلة هذا الوقت العزلة، وهالعزلة يكون فيها صدقة جارية. اترك كتاب، اترك مش مجرى نهر، نظف النهر، شيل هالحجار اللي فيه وعملهم سند، لأن النهرين بيلتقوا الضفتين مع بعضهم ملتقيين تحت الأرض. وإذا فت برزخان لا يلتقيان، معلم عنا فات قالوا له منحبك ونحن منطلعك. انتبهوا، بني عاد موجودين، كل إنسان بيقدر يشوف الحقيقة، لأنه وفينا انطوى العالم الأكبر.